السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي الأعزاء، يتجدد اللقاء بكم في مكون النشاط العلمي، وهذه المرة مع أنشطة التقويم والدعم. في نهاية المرحلة الرابعة سنقوم بتثبيت أهم التعلمات والمكتسبات التي سبق التعرف عليها، وذلك من خلال إنجاز أنشطة على شرط أن تعتمدوا على أنفسكم وتأخذون أبنائي ورقة مزدوجة وتقومون بإنجاز التمارين حتى نتمكن من تثبيت كل التعلمات والوقوف على أي صعوبة حينما يتجدد اللقاء بكم بحول الله مع حصة التصحيح. بسم الله على بركة الله نبدأ التمرين الأول. أولا أكتب تحت كل حيوان لاحم أم عاشب، هذه أسماء لحيوانات: الخروف، الأسد، القط، والبقرة. سأكتب عاشب أم لاحم تحت كل حيوان. جيد جدا. التمرين الثاني، أملأ الفراغ بما يناسب لأحدد. المرة الأولى سأحدد نوع التنقل ووسط التنقل، في المرة الثانية نوع التنقل ووسط التنقل. تجدر الإشارة هنا إلى التذكير من خلال كتابة أنواع التنقلات. عندي حيوانات تزحف، حيوانات تطير، حيوانات تمشي، وأخرى تعوم. جيد. وأوساط التنقل، تعرفنا على الأوساط مختلفة لتنقل الحيوانات، فقلنا هناك حيوانات تطير في الجو، وأخرى تعوم في الماء، وأخرى تمشي وتقفز، نعم، وتزحف في البر. جيد جدا. هذا للتذكير فقط. هذه أبناء هي الحيوانات التي تم انتقاؤها، وأنتم ستحددون نوع التنقل ووسط التنقل. جيد جدا. تمرين الثالث أبناء، أكتب صحيح أم خطأ أمام كل عبارة. ركزوا معي. العبارة الأولى، تعتمد الحيوانات على حواسها في البحث عن غذائها. لاحظوا معي أنني لم أحدد هل الحيوانات اللاحمة أم العاشبة، لأننا وحدنا عبارة واحدة شملت الحيوانات العاشبة واللاحمة. جيد. وسنعيد مرة أخرى إن شاء الله مع التصحيح حتى نركز. العبارة الثانية، الحيوانات التي تتغذى على النباتات. ركزوا، هل فعلا تسمى حيوانات عاشبة؟ إذا كان الجواب صحيح ستكتبون صحيح، وأما إذا كان خطأ فستكتبون خطأ. العبارة الثالثة، يمسك الحيوان اللاحم غذاءه بواسطة القواطع، هل هذا صحيح أم خطأ؟ والعبارة الأخيرة، هل القرش حيوان عاشب؟ إذا كان فعلا حيوان عاشب ستكتبون صحيح، إذا كانت العبارة خاطئة ستكتبون خطأ. التمرين الرابع، أصير بخط. تعرفنا من خلال، نعم، ما جاء في الدروس نوعين من القوى، هناك قوة دفع وقوة جذب. انتبهوا معي أبنائي، قوة دفع قوة جذب. جيد. إذا قلت أسحب ماذا أعني؟ هل أنا أطبق قوة دفع أم قوة جذب؟ إذا قلت أدفع، جيد، ماذا أسلط؟ هل حينما أدفع الشيء هل أنا أطبق عليه قوة دفع أم قوة جذب؟ نعم. إذا قلت لكم أجر ماذا أعني بها؟ أجر يعني حينما أجر الشيء هل أطبق عليه قوة دفع أم قوة جذب؟ وإذا قلت لكم أرفع، حينما أرفع الشيء ماذا أطبق عليه كنوع من أنواع القوى؟ جيد أبنائي. الآن التمرين الخامس عفوا، أتمم بما يناسب. إذا أعطيتكم العبارة التالية، أطبق على الأجسام قوة جذب أو قوة دفع قصدا، لماذا أطبق على الأجسام قوة جذب أو قوة دفع؟ ماذا أريد أن أحقق؟ قصدا؟ نعم، ستتممون العبارة بالكلمة الصحيحة. انتبهوا إلى التمرين السادس والأخير، ألاحظ المشهد وأحدد ما يمثل. ما يمثل جسم ساكن
وما يمثل جسم متحرك. هذا هو المشهد أبنائي، ركزوا جيدا. عندي ولد يعبر الطريق، يعبر الشارع عبر ممر الراجلين، فهو يسمى راجل. نعم، وعندي إشارة المرور. إذا قلت لكم علامة قف أو علامة قف، ليست علامة قف عفوا، بل إشارة المرور. إشارة المرور، ماذا تمثل إشارة المرور؟ هل هي جسم ساكن أم جسم متحرك؟ الراجل يعني الولد، هل هو جسم ساكن أم جسم متحرك؟ جيد جيد جدا أبنائي، ركزوا جيدا بحيث سنستحضر كل التعلمات المكتسبة السابقة. إلى هنا أبنائي تنتهي حصتنا لنهار اليوم. دمتم في حفظ الله ورعايتي، على أمل اللقاء بكم في الحصة المقبلة مع التصحيح. إلى اللقاء.